كتاب الانجينير، ولكن حاليا في الدكتوراه بي اتش دي تمام في جامعه حلوان كليه الهندسه والمقريه، معيد في الجامعه، معيد في الجامعه، وفي الوقت الماجستير بتاعي هندسه المقريه، وحاليا انا في اجازه شغال حاليا في تيرنت انترناشونال از ديف مانجر لجامعه الكويت. تمام. طيب انت حضرتك من متخصص في مجال البيم عملي ونظري، يعني حضرتك عامل الرسائل بتاعتك وفي نفس الوقت شغال. لو تعالي صوتك، تعالي صوتك اه شويه يا عمر، حضرتك الاول كان عالي. اه ماشي. حضرتك دلوقتي شغال في مجال البيم، مجال اكاديمي ومجال عملي، تمام. طيب المجال، في بالنسبه للمجال العملي، ايه اكبر المشاريع اللي حضرتك اشتغلت فيها؟ حاليا اللي انا شغال فيه في الكويت حاليا مشروع جامعه الكويت، والمشروع ده يعتبر من اكبر المشاريع هنا في الكويت اللي شغاله تطبيق البيم في الايرلي ستيج، اللي هي الديزاين ستيج. خلصنا فيه جامعتين تقريبا، خلصوا اولموست دان يعني كديزاين، اللي بيعمل تصميم اتش او كي في لندن واتش او كي في لندن يعني كيو انترناشونال كان في الكويت، هم الاثنين الجي بي هم اللي واقفين المشروع ده كديزاين، وهينزل ان شاء الله كونستراكشن في شهر 9 ان شاء الله، شهر 9 الجاي. تمام. وفي عندنا الميديكال كامبس، الميديكال كامبس ده برضه هيبقى في جامعه الكويت، وده يعتبر بمليارات يعني مشروع كبير جدا. المشروع ده برضه نازل في بدايه من الثيرد ستيج، نازل باستخدام الدولة كونفيرميشن مونيوم، هيبقى ديزاين وكونستراكشن برضه بتاعه هيبقى من خلال. في عندنا في أكثر من مشروع شغال تطبيق الدم بشكل جيد جدا، عندنا من أنجح المشاريع يعتبر مستشفى العدنان، في عندنا مستشفى القروانية، في عندنا أغلب وزارة الصحة كلها منزلة المشاريع كلها باستخدام الدم. عندنا مشاريع تاني بشكل برايفت زي خلينا نقول قطاع جوه وزارة الأشغال، بدأت إنها كل المشاريع اللي فيها بدأت تستخدم البن بشكل إجباري، في بعض المشاريع اللي فيها بدأت تطبق البن في الكونستراكشن ستيج، في بعض البن في الديزاين ستيج، يعني حوالي 5 مشاريع تبع وزارة الأشغال تقريبا شغالة باستخدام الكونستراكشن موديل. بس دي أغلب المشاريع اللي موجودة يعني. والبرايفت سيكتور مثلا عندك بنك البيان مثلا، ده مشاريع ذكيه قريب جدا تطبق فيها تكنولوجيا البنك. ما شاء الله. طيب طب ايه الفرق في الشغل بين مرحله التصميم ومرحله التنفيذ، بين مرحله الكونسلتنت وبين مرحله الكونستراكشن في تطبيق البيم؟ يعني معلش في موضوع البيم، ايه الفرق بين الشغل في البيم في مرحله التصميم ومرحله التنفيذ؟ بتختلف يعني، انت في ريكوايرمنت مطلوبه عندك في مرحله الديزاين لازم تتحقق، ودي الكلاينت نيد في الاول في الاخر، وفي كلاينت نيد او في كونتراكتور نيد بقى بعد كده خلينا نقول في الكونستراكشن ستيج، كل واحد فيهم بيبقى ليه هدف، يعني الكونتراكتور بيبقى في بعض الحاجات هو مركز عليها وعايز ان هو تشيل، وعندك الديزاينر برضه نفس القصه، بيبقى في بعض الحاجات اللي هو عايز او المالك، سوري المالك بعض الحاجات هو مركز عليها وعايز ان هو يحققها في البدايه، ولكن بشكل عام مجمل على الموضوع كل ما بنطبق البيم متاخر في المراحل المتاخره كل ما بيكون اسوء يعني، يعني تطبيق البيم في الايرلي ستيج بيكون افضل بكتير قوي من تطبقه في نهايات المشروع. تمام. هو للأسف أغلب المشاريع بيكون المالك مضطر ليه على أساس إن هو يعمل الاحتياجات بتاعة الحكومة، فبنلاقي إن البيم بيبدأ بعد ما يكونوا صبوا القواعد ويكونوا بدأوا في الأساسيات، فده بيخلي البيم ما يتطبقش بالشكل المطلوب يعني. ف الله ماشي. حاضر. ماشي باشمهندس. خلاص ماشي باشمهندس. هوقف. حاضر. ماشي ماشي. انتظارك يا باشمهندس. عن ايه؟ الرسالة حضرتك بتاعت الماجستير كانت عن ايه؟
الماجستير بتاعتي كانت بتتكلم عن اللايف سايكل كوست تمام. واللايف سايكل كوست اسسمنت، وده فيها حته بيلدنج مع السستينابيلتي، وكنا شغالنا فيها الجزء بتاع البيم في الاخر يعني في النهايه بتاعت في نهايه المشروع. بدانا نفكر طب ليه ما نستفدش من البيلدنج انفورميشن موديلنج في الموضوع بتاعنا. تمام فبدا استخدامها في الاخر يعني الكلام ده كان تقريبا من 2009 ل 2012 2013 تمام الفترة ديت يعني. فكان برضه لسه كان البيم يعني في مصر بشكل عام ما كانش منتشر قوي يعني، فاهمني؟ تمام النقطة كانت عن إيه أو بتتكلم عن إيه بشكل عام يعني، ولا كان أشرحها لك يعني؟ عموما يعني تمام. النقطة كانت بمنتهى السهولة بتحكي عن اللايف سايكل كوست أسسمنت. تمام خليني أبسطها لك شوية يعني. إحنا كنا واخدين مثلا خلينا نقول أنت عندك كام نوع من الخرسانة المسلحة اللي موجودة، هتلاقي إن أنت مثلا موجود عندك حوالي أكثر من نوع. خلينا نقول في كام تقدر تغير الكاركترستكس سترينث بتاعتك، بدل ما هي اف سيوم 52 تقدر تخليها 300، تقدر تخليها 350 يعني. في خلاصة الموضوع يعني إن أنت ممكن تستخدم أكثر من طريقة للتصميم وكلهم صح. في عندك ممكن تستخدم ستيل بدل الكونكريت، في عندك أنواع المباني مستخدمة، في عندك أنواع الطوب المستخدمة، في عندك أكثر من نوع، في عندك أكثر من نوع تقدر تقول أكثر من نوع من الويند، أكثر من نوع أنواع الفلورينج، أكثر من نوع من أنواع التكييف اللي موجودة في السوق، في عندك أكثر من نوع من الأورينتيشن بتاع المبنى بحد ذاته. كل دول لما أنت بتحطهم على بعضهم في الآخر بيطلع لك عدد لا نهائي من الحلول. فأنت إزاي إن أنت تختار الأوبتيمم على حسب بقى أنت عايز إيه بالظبط يعني. لو واحد مثلا عايز الموست ايكونوميك بيلدينج، أكثر مبنى موفر للفلوس، خلينا نقول خلينا نقول مش صح يعني. في ناس فاكره ايه؟ فاكره ان هو هيجيب الارخص من كل حاجه يعني، مثلا من الازاز او من الويندو هيجيب ارخص نوع، من التكييف مثلا هيجيب ارخص نوع، من الكهرباء هيجيب ارخص انواع، الخرسانه هيستخدم ارخص نوع، هيستخدم ارخص حاجه في كل حاجه. فهو فاكر ان هو في الوقت الحالي هو ممكن يكون ارخص، ولكن ممكن يكون على المدى الطويل هو الاسوأ. يبقى هو الاسوأ. فهي القصه كلها ان انت تاخد معاك اللونج تيرم فاليو. فلما تاخد اللونج تيرم معاك في الموضوع تلاقي الموضوع بدا يختلف، تلاقي الاورينتيشن بتاعت المبنى لما بتدخل معاك في الاعتبار بيختلف معاك، نوع الخرسانه بيختلف معايا، هل هي ستيل، هل هي كونكريت، هل المبنى دوت الاف سي بتاعته كام، كل ده بتبقى انبوت في بدايه المشروع، في بدايه المشروع بتاعي. بلس ان انت بتحط البيم موديل بتاعك من غير اي حاجه، وبدانا نربط البيم موديل دي الاكسل شيت. وكان اللي يساعدك على الاختيارات كان الجينوتيك الجوريزم، ان انت تدخل الجينوتيك الجوريزم على الاكسل، عشان في عندك فاريبلز كتير قوي يعني، عندك حلول عددها ما لا نهايه في ما لا نهايه. فهي القصه كلها ان انت ازاي تسرع وازاي تعمل اوبتمايزيشن للحلول اللي طالعه لك من الموديول بتاعك اللي انت عملته. ففي عندك عدد لا نهائي من الحلول، ازاي ان انت تختار الاوبتيم ديزاين بيلدينج، وتختار الماتيريال بتاعتك بشكل جيد في الايرلي ستيج قبل مرحله ان انا اختار نوع الويند ايه، او شكل الاورينتيشن عامل ازاي، او نوع الخرسانه اللي انا هستخدمه ايه. فانت بتبدا ان انت تختار في الايرلي ستيج كل ده بما يحافظ على المبنى بتاعك كوست. في واحد تاني مثلا بيفكر في الانرجي، في واحد تاني بيفكر في الانفايرمنتال افكت، اخبار ده ايه من حيث الانفايرمنتال. فانت بتبدا تدخل الموضوع ده كله كاز انبوت في البدايه بتاعتك في الموديول، وبتشوف بقى انت عايز ايه في الاخر يعني. هي دي الانبوت بتاع البرنامج، ان انت بتدخل والله البيم موديل بتاع المشروع، بتدخل انت عايز ايه بالظبط، او تحدد الويت بتاع كل حاجه فيهم، وفي النهاية بيقول لك والله أفضل مبنى أو أفضل مكونات للمبنى اللي أنت عايزه ده من الإنبوت دي، إن أنت تستخدم الحيطة الفلانية مع البلاستر بسمك قد كده
مع دهان ممكن كذا، مع الخربان اللي طلع على الستيل 250، او مع ستيل بيلدنج افضل او كومبوزيت وهكذا. يعني انت بيختار لك في الاخر، بتطلع في الاخر ان انت بتطلع حاجه الاوبتيمال زي ما بنقول يعني، او القريبه من الاوبتيمال. تمام، ممتازة جدا. طيب دلوقتي حضرتك استخدمت فيها البيم، تمام؟ ايه هو بقى تعريف البيم؟ ايه هو تعريف البيم؟ والله البيم هو انا شايف ان هو 3D موديل بلس انفورميشن. عندك كميه معلومات كبيره جدا لحد دلوقتي احنا عاملين نستفيد منها، يعني كل المراحل عاملين الديزاينر بدا ان هو يستفيد منها، في مرحله الديزاين سوري، في مرحله الكونسبت بنستغل المعلومات اللي موجوده ديت، في مرحله الكونستراكشن بنستفيد من المعلومات الموجوده، في مرحله الفاسيلتي مانجمنت، في مرحله الاوبريشن، يعني بنستفيد من البيم لحد دلوقتي. يعني بسبب ايه؟ بسبب قصه الانفورميشن اللي موجوده. فانت بتوجه البيم موديل بالانفورميشن بتاعته، بتوجه البيم موديل يعني على حسب انت عايز ايه، او ايه استخدام البيم موديل في النهايه بتاعت المشروع. طب وايه افضل برامج حضرتك بتستخدمها في موضوع البيم؟ ايه افضل برامج بيست سوفت وير؟ انا شايف الريفت يعتبر افضل، بلس النيم سبورت. النيم سبورت انا شايف ان هو برنامج قوي جدا، وفي برنامج سينكرو انا شايف ان هو برضه كويس، في برنامج تاني السوليبريتي بتاعك بستخدمه في الفاليديشن، يعني يعتبر دي اقوى برامج انا شايفها في السوق، هي دي اللي بستخدمها مكافأة يعني. تمام. طيب بالنسبة لإدارة المشاريع، هل ليها علاقة بالبيم؟ يعني هل مدير المشروع أو إدارة المشروع تقدر تستفاد من البيم؟ تبدأ تستفيد ولا تبدأ ايه بالظبط؟ تقدر عشان تستفيد، هل في فايدة يعني مدير إدارة المشاريع تقدر تستفاد من البيم؟ تقدر تستفيد من البنك؟ آه طبعا 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 بشكل إزاي؟ كبير جدا يعني. يعني عايزين نربط يعني بين عايز الاتنين. اقول لك مربوط هو ده، يعني عايز اقول لك احنا البنك ده مش حاجه جديده علينا، يعني الكونسبت الطبيعي اللي اتبع هي الدنيا ماشيه على كده، يعني مفيش اي حاجه جديده طرقت على الموضوع خالص، تمام. بالعكس تبدا انت تقول لهم ايه فوائده عشان يبداوا ان هم ساعه ما يكون مشكله عندهم ان هم يحتاجونك. يعني خلينا نقول لا طبعا هي نفس البروسيدر ما اختلفتش تماما، ولكن بقت اسهل وبقت ابسط بشكل عملي اكثر بكثير قوي من الطريقه التقليديه. تمام. يعني هل مدير مشروع مطلوب منه يبقى عارف بيم، ولا مطلوب منه يبقى عارف يقدر يستفاد ازاي من البيم؟ لا هو يعني مدير المشروع، يعني خلينا برضه تو بي فير، يعني وعندك الجيل بتاع مديرين المشاريع دي كلها مينيمم حتى ايه مثلا 20 سنه كبره فيما فوق، يعني مش اقل من كده. يعني انت بتتكلم في واحد عنده 55 سنه، فخلينا نقول ان هو افضل شيء ان هو يتعلم البيم مانجمنت، يعني يسيب من حته الجيم سوفت وير تمام. ويبدا يشوف البيم مانجمنت، لانها هي اللي هتفرق معاه في المشروع بشكل كبير جدا، يعني ممكن تاثر على اداء المشروع بتاعه بشكل كبير جدا لو هو مش فاهم البيم از بروسيدر شكلها عامل ازاي، ازاي ان هو يطلب البيم، ازاي ان هو يقول انا عايز بيم في المشروع دوت، ازاي ان هو يكتبه. يعني في كتير قوي مشاريع في الاسواق بنشوفها مثلا المالك بيبقى عايز يطبق البيم وكل حاجه، فبيكتب في التيرمز اوف ريفرنس بتاعته بيكتب كلمتين بسيطة عن إن هو هيستخدم الدم وخلاص على كده. فدي طبعا بتعمل مشاكل كبيرة قوي في المشروع لمدير المشروع. فلو مدير المشروع مش أوير بالمانجمنت بروسيس بتاعت المشروع شكلها عامل إزاي كبيم، أعتقد إن هو المشروع ده متطبق فيه بيم، أعتقد إن هو هيجيب المشروع ده بشكل كبير جدا هو في بيم على المانجمنت، أو إن هو عاين بيم إكسبرت يشيل له البوت زي ما هو في ديزاين مانجر مثلا، لا البيم مانجر هو اللي يدير له الحته الخاصه بالبيم في المشروع، هذا بروسيس هذا فاليديشن في الاخر في نهايه المشروع. لان البيم زي ما هو في مميزات كبيره جدا، زي ما هو لو اتطبق بشكل غلط هيعمل مشاكل لكل الاطراف، مش لواحد بس، لا هيعمل مشاكل كبيره جدا لكل الناس كلها. تمام، مظبوط. هو انا كنت شغال في شركه من الشركات بعد اذنك، واول ما رحت عشان اعمل اشتغل في البيم
ففوجئت ان هو جايب ناس متخصصه مثلا للموضوع الحصر وموضوع كذا حاجات كده كده هتطلع اصلا اوتوماتيك من البيم. يعني كان ممكن الشخص ده يبقى موجود في الاداره بتاعته وانا مثلا اعمل له اكسبورت للملفات يعمل عليها حصر. ومره مدير المشروع جالي فبيقول لي انا عايز تاخد لي سيكشن في رامب، عندنا رامب كبير، عايز تاخد لي سيكشن كل مترين، سيكشن كل مترين. فانا بقول له ماشي هاخد لك سيكشن كل مترين مفيش مشكله، بس ليه؟ قال لي عشان نتخيل شكل الرامب. قلت له طب ما انا ممكن اوريك 3 دي. فبص لي كده البيم ايه علاقته بال 3 دي؟ فلما وريته له لا ان هو احسن بكتير من ان هو يطلع 100 سيكشن ويقعد يبص فيهم وكده. ف محتاج ان هو يكون عامل على درايه بالبيم. افتكر يعني اول حاجه عملتها في المشروع بتاعي ان انا مسكت دخل عمق، ان انا عملت ميتنج لكل المديرين البشريه، عملت ميتنج لكل المهندسين عشان انكريز الاويرنس بتاع البيم عند المستقبل. تمام دي تعتبر من اهم الخطوات اللي المفروض البيم مانجر يعملها اول ما يمسك المشروع. تبدا ان انت تزيد الاويرنس ليفل معين، كل واحد على حسب التخصص بتاعه. يعني الطائفه بتاعت البيم مانجر مثلا او البروجكت مانجرز كلهم خلينا نقول لازم يعرفوا يعني ايه بيم، يعني ايه اللي احنا هنعمله، ايه الخطوات اللي احنا هنعملها عشان هو ياخد باله انها لما تيجي وقتها. تمام لما يجي يطلب البيم لازم تكتب صح، تكتب بطريقه بروفيشنال جدا. ازاي ان هو هيشرف على اداء المقاول او اداء الديزاينر على طوال فتره المشروع. الموضوع اصبح تمام. انا كنت بقرا في بعض الاكواد الامريكيه، فكان من ضمن الحاجات ان هو كان بيخصص ان مثلا الراجل شغال في البيم يبقى عارف ايه. فالراجل شغال في البيم المفروض يبقى عارف كل حاجه في السوفت وير، انما لو قسم مثلا حصر فمطلوب منه بس ان هو ياخد المعلومات من البيم ويقدر يشتغل بيها. الراجل بتاع السستينابيلتي ليه جزء معينه بس، يعني مش لازم يعرف ازاي يعمل حيطه وازاي يعمل كل التفاصيل، بس مطلوب منه يعرف ياخد المعلومات ويقدر يكمل عليها. طيب بخصوص الاكواد دكتور، ايه افضل الاكواد اللي حضرتك بتشتغل بيها؟ انا شايف البريطاني اكتر او الباص 1192 تمام او الدي اس بشكل عام، يعني شايفها هي الافضل وفيها التعريفات اللي احنا عايزينها كلها. و يعني هي ميكس من الاكواد، يعني خلينا نقول انت ما بتحتاجش واحد من اوله لحد اخره. تمام يعني احنا بنيجي لما بنيجي نكتب في الاول بنقول اه والله انا في خلينا نقول مثلا الجيومتري، مثلا انا هتابع مثلا البيم فور يو ام، تمام خطوات مثلا كواليتي كنترول او كواليتي اشورنس على البيم موديل مثلا انا هتابع الكود بتاع سنغافوره. تمام خلينا نقول المعلومات تبعت الكود بتاع سنغافوره مثلا، لو انا عايز مثلا اطلب البيم ازاي، او لو حصلت مشكله في البيم او هعمل البيم انستتيوشن ازاي مثلا، انا هتابع الكود الام بي. تمام يعني بتبقى ميكس من الافراد، فانت بتكتب زي ماتريكس كده في بدايه المشروع وبتقول والله انا كل مرحلة أنا هتابع الكود. وفي ناس بتحب إنها تقول لا أنا هتابع الكود البريطاني فروم إي تو زد، دي على حسب الاستراتيجي بتاع البيم مانجر وهو بيعمل طرح للمشروع في البلاد. تمام. هو حتى في احد الشركات يعني بدون ذكر اسامي، لان ان افضل كود هو فعلا الامريكي، تمام، البريطاني، بس اضطرينا ان احنا ناخد جزء من الامريكي لان احنا بنشتغل مع شركات في الحكومه شغاله في طريقه التسميه وطريقه الليرات بالامريكي. فاحنا لو اشتغلنا بالبريطاني تعملنا مشكله، فكان الشغل كله بالبريطاني وجزء خاص بتصدير الشغل بالامريكي، والجزء الخاص بالريفت والحاجات ديت كنا بنستعين بيه بالكود السنغافوري لو عايزين نشرح تمبليت او فاميلي او حاجه زي كده. فكان الكود الجايد بتاع السنغافوري كان كويس. طب انت شايف حضرتك يبقى مجرد جايد ولا اجباري؟ يعني شايف ان البيم يكون اجباري في البلاد بتاعتنا ولا اختياري مجرد بس الحكومه بتشجعه؟ بتاعتنا اللي هي الدول العربيه. مثلا الدول العربيه في الدول العربية بشكل عام طبعا إجباري، حجم المشاريع اللي تستاهل ده. تمام. يعني المشاريع الكبيرة كلها لازم طبعا يطبق فيها الدم بشكل إجباري، وده قرار المفروض يعني قرار من اللي فوق يعني طبعا يعني هم اللي يقولوا. أو أعتقد بيبقى في كود للدم قريب جدا مصر شغال عليه، مركز الحكومة في الإسكان أعتقد إن أنا شغال حاجة زي كده. أعتقد إن ده هيبقى جايد لاين كويس، يبقى ستارت يعني كل الدول العربية.
ان شاء الله باذن الله نتعاون فيه باذن الله ونقدر ننشر الثقافه بتاعت البيم ديت. طيب حضرتك دلوقتي رساله الدكتوراه عن ايه؟ والله رسالة الدكتوراه مهني، إحنا بنتكلم عن اللي بنقول نشغل المعرفة مش بنتكلم عن كلمة تقويم التخصص ودخلنا مع الجيم بشكل أساسي. يعني إيه؟ يعني خلينا نقول إن الجيم موديل هنفترض إن هو خلاص إكزيستنج وموجود أوريدي عندي في الموقع بتاعي، فليه ما استغلوش أحسن استغلال؟ تمام. سيبنا من حته دي، يعني لان احنا شفنا خلال الفتره الاخيره ديت ان البيم موديل في اغلب المواقع في الكونستراكشن ستيج مثلا بيتكلم ان هو اكستراكت الشغل الروي واكستراكت البيلف كوانتيتي زي ما حضرتك قلت، ولكن البيم مش كده خالص. يعني او خلينا نقول ان البيم له أكبر. كوانتيتي ثانيه اصول اكبر من نادي كتير جدا. يا جماعه انتوا عندك معلومات لا حصر لها لو البيم موديل معمول بشكل سليم. طبعا تمام. عنده كمية معلومات لا حصر لها، انت موقفها عند كتب بسيط قوي. يعني انت موقفها عند حته ان انا اطلع لوح كميات، لوح شوب دروينج، وان انا اطلع الكميات بس ده في الكونستراكشن. فبدأنا ان احنا لا بنطلبه اكتر من الجزء الخاص بالمانجمنت او ال 4 دي او ال 5 دي خلينا نقول. فبدأنا نربطها مينلي ان انا الشغل بتاعي انا ان انا بدأت اربطها بالبرودكتيفيتي بتاع العمال والريسورس مانجمنت للعمال. فبدأ الموضوع يفرق تماما. يعني بدأت تلاقي حركة العمال، حركة الاكويبمنت داخل المشروع، بدأت تشوف على البي موديل بشكل افكتيف في نو تايم. لما انت تشوف دوت في نوت تايم بدأت تربط بالبريفاتير أو في الجدول الزمني بتاع المشروع بتاعك، فبقى الموضوع مختلف تماما. تطلع أوت بوت، يعني كمية الأوت بوت أنا عمال بلم فيها لأن أنا مش عايز توسع، لأن أنت بتوسع الموضوع بشكل كبير جدا. ولكن أنت في الدكتوراه بتبقى مركز على حاجة معينة بس، فأنا مركز على الريسورس مانجمنت فقط لا غير، ولكن تقدر إن أنت توسع الموضوع بشكل أكبر من كده اي اتجاه انت عايزه. لسه اعتقد يعني مجال البن لسه مفتوح للبحث العلمي بشكل فظيع. يعني زي ايه؟ يعني في ناس كتير بتسأل ايه عايزين نعمل رسالة دكتوراه وماجستير بص في أنهي نقطة؟ اقول لك هي بس ما بتتحسبش كده. بمعنى خلينا نقول ان الاساس العلمي ما زال موجود. يعني ايه؟ يعني انت خلينا نقول انت مثلا طالب ماجستير او طالب دكتوراه، انت اللي ليك تخصص معين. يعني ما يبقاش البيم هو ده تخصصك، لا البيم ده تول هنشغلها ازاي. تعالى نفكر بقى ايه احنا، انت اصلا شغلك الاساسي ايه؟ والله شغلك الاساسي مانجمنت، شغلك الاساسي ان انت بتعمل ديزاين، او شغلك الاساسي ان انت بتعمل مانجمنت او بتعمل ديزاين. يعني خلينا نقول انت راجل شغال ستراكشر اناليسيس، شغال بتعمل شغال حاجه ميكانيكال او شغال حاجه الكتريكال، دي كنت صميم شغلك. الدم بيجي دوره فين بالظبط؟ ان هو بيبدا يساعدك في حته معينه، لكن مش هيبقى موضوع الرساله بتاعك من الاول لحد الاخر في الدم. في ناس لجأت لكده. يعني خلينا نقول خلينا نقسم لك الابحاث بتاعت الدم اللي في السوق بشكل عام رايحه في اي اتجاه. في ناس رايحه في اتجاه انها تعمل نتكلم في البيم ستاندر وانها تحسن في البيم ستاندر، وده بيلجأ ان هو يعمل بوزيشنير لكل البيم اكسبرت الموجودين في السوق. فبيقول اه والله ايه، بيطلع في الاخر بكونكلوجن ان افضل شيء للبيم مانجمنت بتاعك ان احنا نمشي بالطريقه الفلانيه. في واحد بيعمل كده، في واحد تاني بيشوف ان في قصور في البيم في حته معينه، وانا احاول ان انا احسن البروسيس بتاعت البن مثلا. خلينا نقول فيها قصور معين وانا هحاول ان انا احسن، حتى هيبدا يعمل بوزيشنير هيحسنها ازاي واختار الكروت، وفي الاخر هيطلع بكونكلوجن اه والله افضل شيء للبن ده ان احنا نزود عليه الحته دي. في ناس ثانيه شغاله في حته اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه، ان هو يبدا يشوف النقطه بتاعته شغاله في ايه. خلينا نقول ان هو مثلا
الكيس بتاعته اللي هو حاببها وان هو حابب يشتغل فيها ان هو يشتغل في ديزاين، سواء اركتكتشر ديزاين او ميكانيكال ديزاين او ايا ما يكون يعني. فبيبدا يشوف ايه مميزات البيم فيه، والله البيم ده يقدر يساعدني في ايه؟ اكيد اكيد البيم يقدر يساعد، فما اعتقدش ابدا ان هو مش هيساعدك في حاجه، لا هيساعدك. تمام. لان انت عندك موديل غني جدا بالانفورميشن، فحرام ان انت تسيبه وتروح تبني تخترع العجله من اول وجديد تاني، او تمام. تعمل موديول من اول وجديد تاني على برامج الديزاين بتاعتك اللي انت شغال عليها. بالعكس تقدر تخلي ده هو البيز وهو ده الماتور بتاع الشغل بتاعك، وشغلك يفضل زي ما هو ماشي. في ناس تالتة بدأت تخش في برمجة البيم، ده جميل. المستوى تمام. الأعلى شوية، بدأت تقول لا والله أنا هبدأ إن أنا أخاطب البيم موديل ده وأكلمه وأطلع داتا تنفعني في الشغل بتاعي زي ما أنا عملت مثلا. ودي ليها معنيين، في واحد ممكن يشغلها فاينانشال بعد كده، يبقى إن هو يكسب ويبيع البرنامج اللي هو عامله دوت إن هو يكسب منه. في واحد تاني ممكن شغلها عن حته البحث العلمي فقط لا غير، فهي على حسب يعني ففي كذا كذا استخدام للستيم في البحث العلمي، فهي دي ترجع انت عايز تعمل ايه؟ يعني ازاي؟ تمام. يعني هو حل المشاكل اللي موجودة، أو نبدأ نشوف مشكلة، نبدأ ممكن ندور مثلا على مشكلة ونبدأ نحلها. مثلا ممكن مثلا يكون الموضوع إن أنا أدور على مشكلة وأحاول أحلها. الصوت فصل خالص يعني طيب، تقريبا. طب هقفل ال الو، أيوة يا باشمهندس محمود، ايوه تمام خلاص، عندك حضرتك بس أسئلة؟ اتاكد من الصوت. ماشي، عندك حضرتك أي أسئلة؟ انا بتكلم مهندس صلاح. خلاص هو قفل اصلا. طيب هقفل وافتح تاني. ايوه يا باشمهندس. ايوه باشمهندس طيب محمود، لو ينفع تبعت لي على الحاجه على الواتس او كده، اسجل خلاص اي تمام حاجه ونعمل لقاء تاني ان شاء الله. ماشي ماشي، تمام السلام تمام عليكم. طيب بقول لحضرتك، طيب في سؤال جاي لحضرتك بيقول انا عايز احضر ماستر في البيم، بس مش عارف احضر عن ايه بالظبط. هل اعمل فرق بين البيم والطرق التقليديه اللي اغلب الناس دلوقتي شغاله بيها، وازاي البيم بيحل حاجات كتيره واجيب بعض المشاكل واحلها، ولا لازم اعمل حلقه ومبنى ادرسه؟ الحته دي يعني ايه، في ناس كتير قوي ناقشتها يعني حته ان انا بشوف الطريقه التقليديه بشكل عام بشكل خاص هيفيدني في ايه، خلينا نقول ان انت تسيبها مفتوحه كده، ده غلط. لازم تركز البن هيعمل ايه في اي مرحله في اي حته بالظبط من المشروع. يعني عايز تركز في مرحله الكونسبت بس، اقول لك ماشي مثلا انصحك ان انت تركز في حته معينه في مراحل المشروع. خلينا نقول الكونسبت، مرحلة الـ ATD، في مرحلة الـ Final Design، في مرحلة الـ Construction في نهايته، في مرحلة الـ Construction في بداياته، في مرحلة الـ Facility Management. فأنا هبدأ أركز في حتة معينة عشان ما أوسعش عليا الموضوع. ولكن في ناس كتيرة سمعت إنها اتكلمت في الموضوع، فأفضل لك إن أنت تشوف الناس اللي اشتغلت أو تدور على الناس اللي اشتغلت في الحتة دي. بيبقى فيه في نهاية الرسالة بيبقى فيه زي Recommendation، يعني الناس بتقول لك اشتغل علينا احنا على نفس الشغل ده وكمل، اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام. فأنت بتشوف هم وصلوا لإيه وبيبدأ إن هو يكمل عليهم، لكن هو هيعمل نفس الفكرة بتاعتهم تاني. طب هم عملوها من خلال كوستشنير مثلا، ممكن أنت تعملها في كيس ستادي، يبقى في عندك كيس ستادي في مكتب وتعمل أناليسيس وتشوف ساعات العمل هنا قد إيه وفرق قد إيه والكلام ده كله. ممكن ليه لأ يعني. طيب لو انا مثلا بعمل حاجه زي محاكاه للمبنى، او بعمل دراسه لحاجه معينه، هل الافضل ان انا اخد كل العوامل ولا اركز على عاملين ثلاثه؟ يعني ممكن يكون في بارامتر او اتنين هم اللي اركز عليهم، ولا ادرسهم كلهم؟ لا، هيركز على شويه برامتر، عمره ما هيركز على كل حاجه طبعا. انت كبحث علمي انت مش مطالب ان انت تعمل كل حاجه في كل حاجه، لا انت بتركز على بعض الحاجات. يعني انا كان عندي بيلدنج انفلوب، عدد البيلدنج انفلوب في المبنى عندك عدد لا نهائي، ولكن انت تختار برامتر معينه حاسس انها ممكن تكسب. في بعض الناس قبليه اتكلموا في الاورينتيشن وتاثير الالكتريكال والميكانيكال عليه. في بعض الناس الثانيه اتكلمت على، افتكر والله ان في بعض الناس اتكلمت على تاثير العزم، طبقات العزم بتاعت المبنى تاثيرها على المبنى هيبقى شكلها عامل ازاي في اللايف سايكل كوست اسسمنت. يعني شوف، ذكر حاجه واحده بس
ولكن نتكلم عليها بشكل صح ونكمل بشكل سليم. فانت مش مطالب ان انت تختار كل حاجه في كل حاجه وتعيدها من اول وجديد، لا انت كده مش هتخلص. فانت بتبقى ليميتد على حاجات معينه وبتكتب على حاجات معينه، وهي دي اللي ايه بتبدا تشتغل عليها وتطلع نتائج وتتابعها مع الدكاتره بتاعتك. طب ايه النقطة اللي حضرتك شايف انها فيها اللي لم تدرس بشكل كافي؟ يعني ايه المواضيع اللي حضرتك شايف انها في البيم ممكن حد محتاجة حد يتفرغ لها؟ انا شايف لحد دلوقتي البيم لسه ما فيهوش بحث بشكل كافي، يعني كل المراحل بتاعته في كل الستيج بتاعته، ولكن اللي نقول فيه شويه في الشغل البيم فور اكزيستنج. دي قريت قبل كده بحث بيتكلم ان البيم فور اكزيستنج بيلدينج الى الان في قصور، اعتقد عمل رساله ماجستير ان البيم في قصور في مرحلة الفاسيلتي مانجمنت او مرحلة الاكزيستنج بيلدينج، هي دي الرسالة بتاعتي. تمام. المباني اللي هي الموجودة أصلا والمباني الأثرية إزاي نحاول نعمل لها صيانة أو نعمل لها موديل، يعني المباني الأثرية لو قدرنا نعملها. هو بشكل عام كان بيقول في القصور، يعني بشكل عام هو كان بيقول ان في قصور موجود في الاكزيستنج بيلدينج. تمام. طيب، هو كان في برضه بعت لحضرتك سؤال بيقول انا حاليا بجهز نقطه بحثيه عشان منحه ماستر، فانا عايز يربط بين الريسك مانجمنت بالبيم. جميل جدا جميل جدا، وافضل شيء يتكلم فيها يعني المرحله المليانه ريسك ويقدر يتكلم في الكونستراكشن ستيج او يتكلم في الايرلي ستيج، يتكلم عن المشاكل اللي هي هتقابلنا في مرحله لو الجيم ده يعني مليان تيست اعتقد كبير جدا في البدايات. ومن اخطر الحاجات اللي في البدايات ان هو ما يبقاش اتكتب بشكل صح، يعني هتقابلنا مشكله كبيره جدا لو الجيم ده ما اتكتبش بشكل سليم، هيقابلنا مشكله كبيره جدا وريسك يتعرض للمشروع بشكل كبير جدا اثناء انتقال الجيم من مرحله لمرحله ثانيه. دي تعتبر من اخطر الحاجات اللي بتقابلنا في الشغل. الدم في الديزاين ستيج خلص ورايح للكونستراكشن ستيج، الدم في الكونستراكشن خلص ورايح للفاسيلتي مانجمنت، الدم في الكونسبت خلص ورايح للديزاين ستيج. الانتقال بتاع من مرحله لمرحله ديت بيبقى فيه فاليديشن، ولحد دلوقتي دور الدم فاليديشن لحد دلوقتي مش فعال في اغلب المشاريع، يعني بيضطر واحد فيهم هو اللي يشيل الريسك ده في الاخر، يعني ففي الاخر بيعود على المشروع بفرق كبير جدا. ففي المجمل الفيلم طبعا مليان مشاكل كبيره جدا في الكونسبت بتاعه، فاعتقد انه هيبقى شيء جميل جدا اللي هو اتكلم على الريسك ممكن يقسمها، ولكن يخليه يفوكس على نقطه معينه يرتب. هل هنتكلم عن الريسك في الفيلم ماشي بشكل عام في مرحله من المراحل؟ انا رايي انه يتكلم في جزئيه معينه، لو هي مانجمنت بروسس يتكلم عن المانجمنت بروسس من الايرلي ستيج لحد النهائي، وهيركز قوي على مرحله او على دور الاونر فيه او الانترست اللي قد يتعرض له الاونر فيه الموضوع ده. عايز يتكلم عن الكونستراكشن، هو شغله ليه علاقه بالكونستراكشن، شايف المشاكل اللي في الكونستراكشن ليها علاقه بالبم او الريسك اللي ليها علاقه بالبم في الكونستراكشن ستيج يبدا يركز فيها، لكن ما يوسعش الموضوع على نفسه ويبدا يتكلم كلمة عامة بشكل عام. هنتكلم عن الريسك في المانجمنت للبنك، أعتقد هيبقى صعب شوية عليهم. تمام. يا باشمهندس حلمي، عندك حضرتك سؤال؟ باشمهندس حلمي، عندك حضرتك سؤال؟ طيب يا دكتور صلاح، بالنسبة للبحث بتاع حضرتك، لو واحد عايز يستفاد من البحث دوت في دراسة مبنى جامعي، يعني هو عايز يعمل دراسة متخصصة في المبنى الجامعي، ازاي يقدر يستفاد منه؟ خلينا نقول يعني هل هو عايز يكمل الرسالة بتاعته؟ مفيش مشكلة، بس هو عايز يعملها بالتخصص، عايز يخصصها على المباني الجامعية وتطويرها. جميل جدا، يبقى هو هيتكلم عن اللايف سايكل كوست للمباني اللي ليها علاقه بالجامعات مثلا،
او المباني ليها تخصص معين يعني. ده هو يعني ما يعني انا الرساله بتاعتي ممكن تشتغل يعني مش مخصصه للمباني الجامعيه بالاخص يعني. انا كانت قصص بتاعتي حدها مبنى اللي هو ابن بيتك يعني. تمام. فمش شرط ان انت تتخصص قوي او تفوكس قوي على المباني الجامعيه الا اذا كان في جزء سوشيال عايز تدخله في الموضوع. ودي انا ما دخلتهاش حتى كده في الريكومنديشن بتاعتي ازاي ان احنا ندخل الجزء السوشيال في البن وعلاقتها بالبن. فممكن هو يدخل الجزء السوشيال دوت في المباني الجامعيه يعني يبقى الموضوع ظريف شويه. هو يدخل الجزء السوشيال افكت يعني تدخل الانفايرمنتال افكت، ندخل الانرجي افكت، ندخل الكوست، ما دخلتش التايم في الاعتبار، ما دخلتش السوشيال. في بعض الناس بتدخل السوشيال افكت مثلا. والله يعني في ابحاث كتيره قوي ليها علاقه بالسوشيال. انا ما شفتش مثلا حد رابط السوشيال بالبن مانجمنت او بالبن بشكل عام. هل العلاقات الاجتماعيه ما بين الناس وبعضها بتمشي بطريقه تقليديه كويس والبن ممكن يبقى فيها اختلاف؟ ممكن البن بيساعد على ان الناس تشتغل مع بعض بشكل افضل. الناس قابله ولا مش قابله؟ طب الانفايرمنت عندنا في الشرق الاوسط قابله ان احنا نشتغل مع بعض بالشكل دوت ولا بيبقى في مشاكل بنتعرض لها؟ هل بره احسن ولا هنا احسن؟ يعني بيبقى في جزء سوشيال ممكن يدخله في حته الجامعات. تمام. في كلام كتير اتقال فيها قبل كده. يدخل طبعا طبعا لو هو عايز يتكلم عن الجامعات طبعا يتكلم عن الجامعات بشكل عام والديزاين بتاع الجامعات والسوشيال افكت اللي فيها وتاثير البيم اللي فيها، ولكن ما يوسعهاش. هو يعرف هو بيعمل ايه. اهم حاجه على طالب الماجستير او طالب الدكتوراه عارف هو عايز يوصل لايه. الماجستير بيبقى الليميتيشن بتاعته اقل شويه. هي مش دكتوراه في الاخر، هتتحسب له درجه ماجستير. فهو لازم يفوكس على نقطه معينه من البدايه، وهي دي اللي انا هعمل فيها تطوير، لكن ما يوسعهاش قوي يعني. أنا... تمام. انا بتقلي البحث بتاع حضرتك في الماجستير كان ينفع رساله دكتوراه. ده اعتقادي. يعني طولت فيه قوي، وفي الاخر يعني في الاخر اتحصل ايه؟ اتحصل في الاخر ماجستير. تمام. اللي انا انصح اي حد لا يفكر، خليك مركز على حته معينه وهي دي اللي انت تاخد فيها الماجستير بتاعك. الدكتوراه انت مطالب انك تعمل حاجه جديده الناس تبدا تبني عليها بقى رسائل الماجستير بعد. تمام. طب هو تكملة السؤال، انا عايز اعمل دراسة الاستفادة من بحث بتاع دكتور صلاح في دراسة المبنى الجامعي وتطويره. يعني ايه هي اراءه حول تصميم الابنية الجامعية بالذات وتطويرها، وفائدة البيم في عمل شيء مميز بيطور الابنية ديت؟ على حسب معرفتي القليلة في ابحاث عملت عن البيم والاستدامة والاستفادة من البيم في تحقيق الاستدامة، ايه هو الجديد اللي ممكن نضيفه في النقطة ديت؟ يعني لو أنا ممكن أركز في مرحلة التشغيل هيكون أفضل بكتير ولا المراحل كلها؟ لا، ما هي زي ما أنا حكيت لك يا عمر، إن هو لازم يا عمر إن هو لازم يبقى مركز على حتة معينة. أنت هتركز فين؟ والله أنا هشتغل في التشغيل بتاع المبنى. طبعا برضه لازم هو يبقى عارف ماشي أنا همشي معاه إن هو هيشتغل في البن في مرحلة التشغيل. هيعمل إيه في مرحلة التشغيل؟ يعني البن هيسأل ايه الفايده بتاعت مرحله التشغيل؟ في واحد يعني انا كنت زمان كان ليا نظره محدوده قوي نتيجه ان انا اللي انا بشوف انه البن يقدر يعمله بفتكر ان دي تنفع رساله ماجستير. البن بينفع يطلع لي الشوب درون، ده شيء جميل جدا، يبقى هي دي كده رساله الماجستير. دور البن في ان هو يطلع لي الكميات والحصر بتاع الكميات مثلا. لا، ما هو دي حاجه اوريدي هو بيعملها. انت كده عملت ايه يعني؟ تمام. يعني تقدر بقد ان، يعني لو هي قصه بقد ان انت تعمل قد ان يعني فهي دي تبقى قصه مش بتاعتك، يبقى انت ايه؟ يبقى انت كده غلطان. لا، انت لازم الموضوع يبقى ليه بعد تاني. فانا افضل شيء عشان ما تتوهش الموضوع منك يا تشتغل دم فقط لا غير، البحث بتاعك يبقى مركز على الدم وتطوير الدم والشغل بتاع الدم، او ان انت يبقى عندك الشغل الخاص بتاعك انت راجل معماري او انت راجل استكشر او انت راجل الكتروميكانيكال وعندك البحث بتاعك، وتحط حته البيم دي از تول تساعدك في البحث بتاعك، لكن مش هتبقى هي الاداه الاساسيه بتاعت الموضوع. فانت لازم تفصل، هل انت شغال بيم بيور البحث بتاعي؟ والله انا هشتغل بيم فروم سكراتش.
انا هشتغل كل حاجه بالبم واطور من اداء البم دوت، وهترجم البم دوت ناحيه الكونسبكشن، ناحيه المانجمنت، ناحيه على حسب يعني. فهو لازم يبقى محدد هو عايز يشغل البم دوت في ايه. حته ان انا اشغل البم في الاكزيستنج بيلدنج او ان انا اعمل فاسيلتي مانجمنت بالبم، هتعمل ايه بالظبط؟ يعني لازم تبقى اوضح من كده. والله ممكن يعني انصح مثلا يبدا يدخل الكوبي كمان، تمام جميل يبدا يتكلم تمام عن الكوبي وعلاقه الكوبي بالستاندر الثانيه. فممكن تبدا تسرق معاه شويه، يعني هو دخل خلينا نقول ان هو هيقارن الشغل بالكوبي فورمات مثلا والشغل بالطرق الثانيه التقليديه في الفاسيلتي مانجمنت وتاثير الدم عليها. و يعني بس يعني طب هل عندك ناس شغاله بيم فور اف ام حاليا؟ ده السؤال الاهم. ولا هو اللي هيشتغل البيم فور اف ام وهيبدا ان هو يحكم على نفسه؟ فدي برضه حته مهمه جدا. تمام هل عندنا مكاتب مثلا في مصر شغاله بيم فور اف ام وانت هتقدر تو اكستراكت الداتا منها وتقول اه والله انا لقيت ان هم بيعملوا كذا، ولا انت اللي هتعمل الاكسرسايز وانت اللي هتحكم على نفسك بعد كده وتقول اه والله البيم فور اف ام بيطلع بيعمل كذا وبيعمل كذا في النهار؟ تمام انت حكمت على نفسك، يعني انت اللي عامل الشغلانه وانت اللي تقول اه والله البيم ده حلو فعلا احنا عارف، انت اللي شغالها مش جبت مكتب من بره هو اللي انت قست بيه البروجريس بتاعه شكله عامل ازاي. تمام فبس فلازم يبقى محدد وشايف الصوره كلها ويبقى عامل فلو تشارت ظريف، انا هعمل ايه واحد انت اللي ترفعه ايه اللي انا عايز اوصل له في النهايه. لكن ما يبقاش الموضوع عايم كده ويخش ويلاقي نفسه ان هو دخل في حته هو مش فاهم فيها اي حاجه ويقع منها في الاخر. تمام. هو كان في حد بيسأل عن ايه هو الاف ام، فهو طبعا فاسيلتي مانجمنت او اداره المبنى، واعتقد ان هو بيبقى لما نطبق البيم عليه بيدي توفير اكتر بكتير من مرحله التصميم او مرحله التنفيذ لو احنا عرفنا نستخدم البيم في مرحله الفاسيلتي مانجمنت. بس هي اعتقد ان هو قليل قوي الشركات اللي شغاله في النقطه ديت في موضوع الفاسيلتي مانجمنت. ما هي دي النقطة، يعني انا احنا بنحكي ان فيها قصور في البحث العلمي وفيها قصور في كل حاجة، فانا شايف انها انسب شوية للدكتوراه. يعني طالب ماجستير لا خد حاجة اسهل. اكيد حد اشتغل فيها قبل كده. انا بقول لك يعني اخر محطة انا قريتها قبل كده الراجل هو بيتكلم بيقول لك في قصور في الدمفور اس ام، بيقول لك ان الناس اغلب حاجتها او اغلب شغلها في الدم في المرحله دي كانت الليزر سكاننج. وازاي الليزر سكاننج وان هو يدخل بعد كده الشغل بتاعه بعد الليزر سكاننج، فيبقى في شغل معتمد على الليزر سكاننج ده. وحته البام فور فاسيلتي مانجمنت ان هو يعمل اوبريشن ويشتغل اكنها برمجه يعني. تمام. لكن هو بيتكلم ان في قصور كبير جدا في البحث ده الجزء الخاص بالاكزيستنج بيلدنج. هل هو عنده جديد هيبدا يدخل لنا ولا هيبدا يعمل ايه؟ مش عارف. فبلازم هو لازم يقرا الرسائل اللي ناقشت الموضوع ده في سابقا، يبدا يقرا الرسائل اللي ناقشت الموضوع ده قبل كده بحيث ان هو يشوف ايه الحاجه اللي ناقصه ويبدا يكمل عليها. طيب هو نفس الشخص بيسال، في سؤال بيسال نفس الشخص بيسال ايه هي اهم، ازاي نحدد على اي اساس نحدد المتغيرات المهمه اللي احنا هندرسها لما نيجي نحلل المبنى. هو بيسال الرساله بتاعته في برامتر كتير، ازاي هو يحدد افضل حاجه او اكتر حاجه ممكن تاثر؟ انا عندي انا ان هو يمسك بارامتر واحد ويشتغله صح افضل من ان هو يمسك لي 10 بارامتر يجي يشغلهم مع بعض كلهم فيقابلوا مشكله كبيره جدا، لان هي المشكله الاكبر ان انت ازاي ان انت تشغل البارامتر ديت كلها مع بعض. فلو انت مش عارف هتشغل ازاي البارامتر ديت كلها مع بعض هتبقى عندك مشكله كبيره. طيب السؤال بقى ازاي يحدد اهم بارامتر؟ ازاي يحدد ايه البارامتر اللي درسه؟ خلينا نقول مثلا هو يقرا، يعني هيضطر ان هو يقرا الابحاث كلها. مثلا البحث ده كان قرا عن حته الفلورنج بس، في بحث ثاني قرا عن اشتغل على حته الانفايرمنتال، في بحث ثالث داخل بيتكلم في حته معينه. فيبدا ان هو ازاي ان هو يقرا، لازم يقراهم كلهم الاول بعد كده يكون كونكلوجن ويبدا يقول اه والله انا هستغل الكلام بتاع الراجل ده والكلام بتاع الراجل ده وانا هشتغل مثلا تو بارامتر وهبدا ان انا اربط ما بينهم. طب يعني هل ده ليه علاقه بده؟ البارامتر ده هل ليه علاقه بده؟ هل البارامتر بتاع الاورينتيشن
ليه علاقة بنوع التكييف وكفاءته وصيانته، ولا لا، يبدأ إن هو يفكر فيه. وفي الآخر بياخد قرار، أفضل قرار إن هو يقلل البارامتر على قد ما ربنا يقدره، لأن أنت كل ما تطلب بارامتر جديد وكل ما بتدخل بارامتر جديد بيبقى فيه في الآخر بيبقى لازم يتربطوا كلهم مع بعضيهم، يعني مش هينفع إن أنت تشغل كل بارامتر فيهم لوحده. فأنت لازم تفوكس. والله أنا شايف إن في فوكس مثلا إن أنا هشتغل على الوين بس، مش هعمل أي حاجة تانية غير إن أنا هشوف تأثير الوين إيه بتاع المبنى. في واحد تاني ممكن يتكلم على الفلورنج بس، في واحد تاني ممكن يشتغل على الأورينتيشن بتاعة المبنى بس ويشتغلها بشكل بروفيشنال جدا. فلازم هو يحدد البارامتر ده، ولازم يقرأ الأبحاث اللي قبل كده عملت إيه. ممكن تبقى عملت نفس الجزء بتاعك أنت، فأنت ممكن تبص عليه على نفس الجزئية دي، ولكن تبص لها من وجهة نظر تانية. ممكن هو اللي قبلك ده ما كانش استخدم البن في البحث بتاعه، فانت تبدا ان انت تستخدم البن وتبدا تتكلم اكثر عن السستينابيلتي والجرين بيلدنج، وتبدا تدخل معاك بعض الاعتبارات هو اللي قبلك ما عملهاش، وهكذا. في المجمل بتاع الموضوع هتلاقي ان هو ايه عرف يوصل للترويج ده. واعتقد ان هو لو سال الدكتور بتاعه اعتقد ان هو هيبقى كويس، يعني هينصحه ايه البارامتر اللي هو يشغلها مع بعضها. تمام تمام هو كنت بكلم مع دكتور بيال، فكان بيقول ان هو لازم تعمل تقسيم للحاجات ويختار جزء واحد، لان لما تدرس 20 عامل وتبدا تغير فيهم، انت ممكن تعمل مكتبه من البحث وممكن تقعد 5 6 سنين. يعني ممكن الدكتور يقول لك لا ده في هنا معلومه ناقصه، في انا معلومه عندي 6 سنين. فلازم الواحد، ما عشان كده بقول لحضرتك لازم تبقى دكتوراه. فاكر احنا اتكلمنا فيها مع الكمان سيمن يعني بالظبط بالظبط. انا خدت كنت واخد حوالي 12 بارامتر، ال 12 بارامتر دول 6 سنين على طول، يعني كل بارامتر تقريبا كل 2 بارامتر بسنة، قلل من البارامتر على قد ما صحيح الواحد لازم يتخصص. يعني كان في واحد عمل رسالة دكتوراه، حتى في واحد كان عمل رسالة دكتوراه حتى أكلت السمكة حتى زي كده. طيب في سؤال تاني بيقول، بيبحث عن موضوع رسالة ماجستير يربط البيم بالإدارة والإنجينيرينج. واسعة جدا، يعني اللي هو بيتكلم فيها ريال مين، يعني في ألفات مؤلفة من ماشي أوكي أنا ما عنديش مشكلة، هتعمل إيه بقى أنت بقى؟ هو ممكن يتواصل معاك، يتواصل معايا، يقول لي وجهة نظره إيه، أو بس لازم يدخل تنظيف أكتر. يعني طب أنا هستخدم البيم في السوشيال انفايرمنت مثلا أو السوشيال افكت، هتعمل ايه؟ لازم يبقى الموضوع واضح شويه. خلينا نقول ان هو مثلا هو حابب ان هو يشتغل، خلينا نقول حابب يشتغل البيم مع المانجمنت، اوكي حلو قوي، حد كده هو جميل جدا. بيبدا يقرا عن الابحاث اللي اشتغلت فيه الحته دي، هيلاقي بحث 2 3 24، هيشوف اقوى 5 ابحاث او اقوى 10 ابحاث اشتغلوا، وهيبدا بناء عليه يقرا في الريكومنديشن بتاعتهم ايه؟ الناس دي بتنصحك في الاخر، او احنا الكونكلوجن بتاعنا في الاخر احنا وصلنا لكذا، بيقرا المقدمه بتاعته، يعني بيقرا بيشوف هو في المقدمه الراجل ده قايل ايه، في الكونكلوجن في النهايه الراجل ده قايل ايه. البروسيس مفيش تقريبا بحث هيديها لك بشكل تفصيلي، يعني مفيش حد هيقول لك النو هاو هو عمل ايه ازاي، يعني نادرا اما تلاقي ان حد شرح لك بالتفصيل انت هتعمل ايه، تشرح الراجل وتعمل كذا، وبعد كده تشتغل على برنامج استشاري وتعمل خطوات 1 2 3 4، لا مش هتلاقي الكلام ده. فانت اخرك ان انت هتلاقي زي الورك فلو للشغل بتاعك، فانت من خلال الورك فلو دوت هتبدا ان انت تقرا وتقرا ورك فلو ثاني، تقرا ورك فلو ثاني، في النهايه خالص هتبدا تطلع بكونكلوجن. تمام. طب انا عندي سؤال بقى لحضرتك، ايه هو ليفل 3 في البيم؟ ايه هو ليفل 3 في البيم؟ ليفل 3 في البيم انا شايف ان هو يدخل اكتر ناحيه حته ان احنا بشكل بسيط، يعني ان احنا خلاص بقى هنوصل لليفل ان انا استخدم بدل اللوح، ان انا هستخدم خلاص هبدا ان انا استخدم التابلت في السايد بدل اللوحه، ان احنا هنبقى انتجريتد اكتر من بعضنا بشكل غير تقليدي. تمام. لكن لحد دلوقتي احنا شغالين في ليفل 2 اللي هو الطريقه البسيطه اللي احنا شغالين بيها. انا حاسس ان ليفل 2 في الكود بي اس 1192 واضح شويه عن ليفل 3، يمكن ليفل 3 لانه لسه ما اتطبقش. لسه يعني ما اقدرش اقول
لو عملت واحد اتنين تلاتة بقى انا كده عملت ليفل 3. هي الفكرة ان هو لسه ما لسه مش واضح. لسه الموضوع مش واضح، ومش واضح للكل يعني، او ايه اللي هو هيتم فيه. ممكن احنا نطبق جزء منه، لو احنا مثلا قلنا ان احنا اشتغلنا مع بعض كلنا على كلاود ديز ككونسلتنت وككونتراكتور وكاونر، كلنا شغالين كولابريشن مع بعض، ولا احنا كده بدأنا نمشي في السكه بتاعته او في الطريق بتاعه، ولكن ما بقاش في ستاندرد ازاي ان احنا هنشتغل بشكل بروفيشنال اكتر مع بعضين، مش بشكل تقليدي يعني. تمام، انا كنت عامل لك حاول اقرا فيه. ففعلا في كل واحد بيشوفها من وجهة نظر. يعني في واحد بيقول ايه، لازم كلنا نشتغل على نفس الملف، حتى بتوع ال4 دي وال5 دي من نفس الملف. واحد تاني بيقول لو احنا شغلنا انترنت، في واحد تالت يقول لو احنا شغالين كل شغلنا على ملف اي اف سي، في واحد يقول لا يعني لسه لان هو ما اتعملش، فمش واضح الحدود بتاعته او الليمتد بتاعته. ممكن لسه المعامل بتاعته ما بقتش ايه، ما بقتش واضحه للكل يعني. هو في شغل فيه وكل حاجه، ولكن لحد دلوقتي ما حدش اتكلم فيه او دخل فيه بشكل قوي. طيب في البلاد العربية في كذا بلد بتمر بمرحلة إعادة تعمير، إن كان فيها مثلا مشاكل أثناء الحرب وتدمير، فبدأوا يعملوا إعادة تعمير. فلما بيجوا يتكلموا على موضوع البيم، فبيقول لك إحنا عندنا مشكلة وجاي لي على البيم، إحنا يعني أنت جايب لي رفاهية زيادة عن اللزوم. فإيه رأي حضرتك في الموضوع دوت؟ بالعكس، لا طبعا بالعكس طبعا، هي مش رفاهية يدعى بدون، هي تحدد، خلينا نقول ان في مبنى تحدد، خلينا نبنيه على نظيف، خلينا نبني المدينه دي نخليها 4D و5D، واي نوت يعني. ما هو بيقول لك يعني البيم ده دي خلاص للأثرياء، البيم ده للأثرياء، احنا عايزين نعمل حاجة سريعا. يعني هو شايف ان البيم ده لأمريكا وبريطانيا، ما ينفعش ان انت تطبقه في البلاد بتاعتنا، في البلاد اللي عندها مشاكل في إعادة التعمير. بالعكس، بالعكس يعني اغلب المكاتب دلوقتي شغاله اوريدي بالبنك، في مكاتب كتير شغاله بالبنك، فهي مش يعني ما بقاش فيه حته اللي هو تديني البروجكت ده لو بنك بكام ولو بطريقه تقليديه بكام، لا يعني ما بقاش فيه كده يعني خلاص يعني. يعني ما بقاش يعني فعلا فعلا يعني الكونسلتنت اللي احنا شغالين معاهم ما بيديكش، يقول لك انا هشتغل بالبنك لو من غير البنك كذا او بالبنك كذا، ما فيش الكلام ده، هو اوريدي شغال بالبنك. تمام. فكون ان في بعض المكاتب لسه ما انتقلتش للمرحله دي مشكله المكتب، لكن معروف ان الشغل بيكون اوفر وادق واسهل واسرع. تمام يا دكتور. فدي لا، هي بس ترجع لشويه تاني، بس ان الملك يقول ان احنا عايزين نطبق المشاريع اللي هي دي كلها باستخدام البنك، حتى كل المكاتب طلب المكاتب اللي عندك في السوق هتبدا تجري وهتبدا انها تطبق وهتبدا انها تشتغل. في كذا سيناريو ناجح الواحد شافه قدامه، مكاتب كانت كلها مكسلة، شركات مقاولات كانت كلها مكسلة في السوق إنها تشتغل بالموضوع ده. وانس الكلاينت إن هو طلب إن إحنا نشتغل بالبنك، أغلب شركات المقاولات دي بتشتغل هنا بتقبل البنك. لو قلنا إنها ما نجحتش في أول مشروع أو ثاني مشروع، فأعتقد إنها في التالتة تنجح، وهكذا برضه نفس السيناريو مع المكاتب يعني. لو أول مرة فشلوا في إن هم يحققوا الريكوايرمنت بتاعتهم، أعتقد مع تاني مشروع او ثالث مشروع اعتقد ان هم هينجحوا، تمام. وهكذا يعني حضرتك هكذا شايف ان هو يعني. نفس عشان التكلفة، السبب دوت يعني حضرتك شايف ان هي نعم نفس التكلفة، لو اشتغل بالكاد او بالبيم هيبقى نفس التكلفة، وهيستفاد ان هو هيقلل الهدر. طبعا طبعا، بس التكلفه هي ايه؟ انا مش شايف ان في فروق كبيره يعني. انا بدل المهندس عادي قريب المهندس اللي شغال في البيم، واي نوت يعني، طيب بالعكس هيبقى احسن بكتير قوي. طيب ايه اكبر المشاريع اللي موجودة في الوطن العربي في مجال البيم؟ أكبر المشاريع اللي اتعملت في الوطن العربي اتعملت بيم، إيه أكبر المشاريع؟ تاني معلش، أكبر تاني المشاريع اللي معلش، اتعملت، أكبر المشاريع اللي معمولة بيم في الوطن العربي؟ عندك أعتقد بداية من مصر مثلا، متحف مصر جميل. ده يعتبر من أكبر المشاريع اللي في الشرق الأوسط اللي كانت شغالة في البن في الأيرلي ستيج يعني. وهنا في الكويت أعتقد المطار إنها لسه إن بروجرس يعني، مفيش مشروع اتقفل بنسبة 100%. المشروع اللي انا كنت فيه اللي هو الانفكشن ديزيز هوسبيتال مثلا، ده وصل يعني اخر لما انا كنت سبته كان وصل يقول 80% من المشروع كان خلصان في الكونستراكشن ستيج، وكان شغال في الديزاين ستيج، كان برضه شغال باستخدام البيم.
ففي مشاريع كتير يعني. يعني في عندك بعض الكيس المشاريع اللي فشلت، بس بلاش يعني نروح نجيب سيرتها عادي. لا لا مفيش مشكلة نتكلم المشاريع عنها الكيس ونقول فشلت ليه، ايه اسباب فشلها، ايه اسباب فشلها خلينا نقول، لا انا مش هتكلم عن بدون ذكر المشاريع اسامي، الفشل اللي في الاول ده بدون ذكر اسامي. بدون ذكر اسامي يعني، ولكن خلينا نقول ان السبب الاساسي لفشل مشاريع البن تعود الى الكلاينت. يعني انا ارمي اللوم كله على الكلاينت، لان هو ما كتبش صح، ما تابعش صح الموضوع يمشي ازاي وايه المسؤول بتاع الموضوع ده. يعني خلينا نقول اغلبها كان بيتقرب البن مانجمنت بروسس كان قريب. يعني هو كان كل اللي هو فاكره ان هو عايزين نطبق المشروع باستخدام البن مانجمنت وخلاص على كده. حتى الكلام بتاعه كلام بيبقى بسيط جدا وعايم قوي استخدام البن ازاي. نفس الحكايه الرد هيجي عليه من المقاول او من الديزاين او الكونسلتنت، هيجي عليه بنفس الطريقه اللي هو ارتكب علينا برضه. يعني هيجي له البن موديل مطلوب، هيجي له الشغل ما لوش اي علاقه بالبن. دي كانت اغلب المشاكل اللي انا شفتها في الاجانب، ان مفيش دور فعال للباك مانجمنت عند الكلاينت بس دي تمام. نهاية الموضوع. طب عايزين حضرتك بقى ايه تتكلم لنا عن موضوع البحث العلمي وايه اهميته وايه اهم الخطوات اللي ممكن يعني عايزين حضرتك تقول لنا لو واحد عايز يبدا في موضوع البحث العلمي ازاي يبدا فيه وايه الجامعات اللي ممكن بتشجع حاجة زي كده. والله يعني خلينا نقول مش هتلاقي لازم الطالب يبقى حاطط في دماغه حاجة. يعني طالب الماجستير او طالب الدكتوراه لازم يبقى حاطط في دماغه حاجه معينه. الدكتور اللي انت شغال معاه يعني خلينا نقول 70% مثلا من الدكاتره اللي موجوده عندنا ممكن تكون مش اوير بالجزئيه اللي انت بتحكي فيها دي. اوكي، فانت امشي في سكتك زي ما انت عايز تمشي. والله انا شغال مثلا بعمل تجارب، بعمل حاجه في تجارب معمليه، بعمل الشغل بتاعي، امشي بنفس الكونسيبت بتاعه ده. ولو انت عايز تدخل الجيم دخله از تول مع الدكتور من المعايير دي، ده هيبقى بالنسبه له شيء جميل جدا ان هو بدا يسمع عن تكنولوجي جديده. ده طريق. الطريق الثاني ان الدكتور بتاع اوير باستخدام الجيم، انت اتناقش معاه هتلاقي في عنده كذا نقطه مفتوحه او كذا طالب شغال في كذا نقطه. تبدا تشوف الطلبه اللي قبلك اشتغلوا فين مع نفس الدكتور اللي انت مسجل معاه. والله هيقول لك مثلا انا كان في اربعه قبليه اشتغلوا في واحد اثنين ثلاثه اربعه، اقرا الرسائل بتاعتهم كلها، شوف الريكومنديشن بتاعتهم هل تقدر تكمل عليهم ولا ما تقدرش تكمل عليهم، ولا هل هم جابوا اخر الموضوع والموضوع بعد كده هيبقى صعب جدا. لازم تقرا الرسائل بتاعت الدكتور بتاعك في المجال ده. تبدا تقرا الرسائل اللي بره عملت ايه في نفس الموضوعات دي. في النهايه تبدا تطلع بقى انت بالنقطه بتاعتك. بس يعني بس انت لازم تبقى محدد وعارف انت هتشتغل بايه بالظبط. لازم تبقى مركز على الحته دي قوي عشان ما تتعبش فيه ان انت تقفل ازاي الموضوع او تفتح موضوع وما تقدرش ان انت تقفله في النهايه. فلازم الحته دي تبقى واضحه بالمكالمه. تمام. طب في واحد بعت سؤال دلوقتي بيقول هو عايز يعمل شيفت كارير، عايز يحول يغير الوظيفه بتاعته. هو شغال تكنيكال اوفيس انجينير، شغال تكنيكال اوفيس انجينير وعايز يتحول للبيم وعايز يخلي الشركات تقبله، شركات شغاله في البيم. يعني هو دلوقتي شغال تكنيكال فعايز يتحول للبيم وعايز يلاقي شركه يشتغل بيها في مجال البيم تقبل بيه. لازم هو يبقى جاهز للموضوع. يعني خلينا نقول الشركة شغالة بلند في مصر وفي الدول العربية، شركات كتيرة شغالة، لكن هل أنت جاهز للفرصة بقى لما تجيلك؟ جاهز دي تبقى تحط تحتيها كتير أوي. يعني الشغل التكنيكال اللي أنت بتعمله بالطريقة التقليدية والحاجات اللي أنت بتعمله بالطريقة السمارت ولا لسه ما دخلتش المقدرية المختلفة. تمام. فيبدأ إن هو يقوي نفسه. والله لو هو ستراكشر إنجينير مثلا يبدأ إن هو يقوي نفسه في بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالمتابلس ستراكشر، بعد كده بيخش ليفل تاني اعلى من ده بيتكلم شويه في الادفانسد، بعد كده بيتكلم في الادفانسد بيبدا ان هو يشوف ازاي ان هو هيشتغل مفرد من الفايلات اوريدي كلها موجوده ستراكشر اركتكشر الكتروميكانيكال، ازاي الفايلات دي تشتغل مع بعضها، ازاي ان هو يخش في مرحله الكوردينيشن، بعد كده يتكلم بين مانجمنت يفهم البين مانجمنت ويشوف شكله عامل ازاي. فهي مرحله اللي هو وصل لمرحلة إنه يعرف يشتغل بجوده
وانت تقدم فيه المشاكل اللي بتحصل الموجوده فيها على طول. فاعتقد يعني اغلب المشاكل دي بتنصح ممكن لما يلاقي حد ان هو شغال في التكنولوجي فاينانس. انا تقريبا عملت زي ما حضرتك قلت كده، انا كان بيطلب مني شغل كاد، كنت بعمله بيم واصدره كاد بحيث ان انا اخد خبره في نفس المشروع اللي انا شغال فيه، ما اعملش دبليكيت للوقت. طيب يا دكتور، جزاكم الله كل خير ان شاء الله، وهقفل واكلم حضرتك تاني. اوقف التسجيل. ماشي يا دكتور، الله يكرمك. شكرا يا دكتور، جزاكم الله كل خير، الله يكرمك.